السيدة وفاء أصيف دمشقية الأصل، نازحة مقيمة في محافظة القيروان وسط تونس، تحتفل بهذه المناسبة على طريقتها، تنثر الفرح والسعادة من خلال صنع الحلويات الشامية وحتى التونسية، وتقوم ببيعها في متجرها الصغيرة لزبائن أحبتهم وأحبوها. نعمل الحلو التونسي ونعمل معهم أنا شوي حلويات مثل القطايف، نعمل حلويات سورية شوي. أما الوالدة الله يرحمها علمتنا الحلويات السورية. هكذا يعيش السوريون المقيمون في تونس أجواء العيد بمظاهر من الفرح والسرور. نحس أنا نفس الشيء، أنا وقت اللي عايشة في كاني في عايشة في دمشق ولا في تونس، كأن في نفس العادات تقريبا، نفس التقاليد تقريبا تعلمت العائلة. أما طبعا كانت هذيك العائلة تتلم قديما، أما هلا مدري أشغال مدري الوقت هذا اللي خلى الناس تريف تبعد شوي على بعضها. وفي بيتها في المدينة العتيقة من القيروان تحافظ وفاء نصيف على عاداتها الدمشقية في يوم العيد. الحلويات والأكلات الشامية لها حضورها المميز. نتلم العائلة مع بعضنا ونقعدوا مع بعضنا، تحطوا يعملوا المعمول ويعملوا راس بعجوة ويعملوا البرازق، هذول اللي هو يعملوا البقلاوة، هذيك الأكلات تبعنا المشهورة في سوريا. عندنا كبة وعندنا ورق عنب وعندنا الروز بالجلبانة، ويعني تلاميش أنواع سورية. وعندنا سلايت، عندنا يالانجي، عندنا المتبلات. وفاء نصيف بطباعها المرحة وروحها الخفيفة وهي تعيش أجواء الفرح مع حفيدتها تصر على حلو الأمان وأخلصها. نحن اليوم عيد وبكرة عيد، وإن شاء الله يعني كلها يبقى أعياد حلوة، وإن شاء الله ربي يفرحهم الكل، وإن شاء الله ربي يكون معهم ومعنا ومع جميع أمة محمد. هذه هي أجواء الفرح التي يعيشها السوريون في تونس من جيل إلى جيل، ينشدون الفرح والتفاؤل والأمل بالعودة إلى سوريا وعودة الاستقرار إليها. مليكة الجبار، أورينت نيوز، تونس.